آثار الدمار على قريه مرايان. جولة ميدانية في شوارع قرية مرعيان. شوارع مرعيان في ظل القصف. آثار الدمار في قرية مرعيان. Thank you.
نحن هون عنا بهالضيعة صاير يوميا يوميا قصف، يوميا تجي الميج او السيخوي دائما وابدا، كل يوم تجي الصبح العصر يوميا بتضرب صاروخ او اثنين، يعني صار عنا امر عادي واقل من عادي. بعد الصواريخ، بعد ما تضرب الطيارة بالصواريخ تجي العالم بدها تسعف مكان ما بينزل الصاروخ، ببلشوا علينا بالقذائف من هون من تحت من القياسات، من حاجز القياسات بلشوا علينا بالقذائف. هون نزل قذيفي وهون اسا بعد بعشر امتار نزل قذيفي، نحن ما بقى صار امر عادي عنا، نحن القذائف والصواريخ صارت امر عادي الحمد لله من فضل الله، الله عم يتلطف فينا والحمد لله. يعني كل هالضرب ما بقى سائلين عنه وما بقى يهمنا ان شاء الله الحمد لله. اخر صاروخين نزلوا من كام يوم، هون نزل صاروخ وفوق نزل صاروخ، ما بقى عادي واقل من عادي الحمد لله من فضل الله، ما حدا تصاب ولا حدا صار له شيء. يعني صار عنا حالة رعب، صار عنا يعني الواحد يخاف لما نسمع صوت الطيارة، نخاف العالم تصير تهرب تتخبى، بس نفس الوقت متكلين على الله ومآمنين بالله انه ما بصير غير كاتب الله. صار ضربه فوق 12 صاروخ عضي عنا والحمد لله ما صار اي اصابات الحمد لله من فضل الله. نحن كلاتهم ما بقى سائلين عنهم لا هني ولا صواريخهم، نزالوا الله معنا ان شاء الله.